هاي حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا منيح. رجعت لكم فيديو جديد، وهذا الفيديو اليوم جمعه جايز. انا تقريبا من ساعه فقت، هلا الساعه 11 وانا فقت 10. ونحن كل جمعه طبعا بنروح على الاستراحه، ولانه بنقضي كل اليوم هنيك، بقى انا وهن دائما بنفيق فورا، بنركن حالنا، بنحط بقلب جزاضينا يعني اللي بنعلقهم، بنحط اغراضنا. وحفرجيكم الاغراض، رح احكي شوي معكم. وجايز بكره في كتير فيديو حلو حصوره، هو بالاستراحه حصوره كتير كتير حلو. ممكن نلعب، ممكن نرقص، ممكن نسوي كتير اشياء. حعملكم جوله يمكن بالاستراحه، بس ان شاء الله اقدر اصور حتى ولو كان فيديو 5 دقائق او اقل. المهم حابه انا انزل هيك مقطع. اوكي، هو بكره بينزل، وهذا حينزل اليوم. اليوم جمعة وأنا كتير كتير مبسوطة، ونحن ممكن رايحين على الاستراحة الساعة 4 العصير، بس أنا بحب ركن حالي من أول، يعني لما بدي يجي الساعة 4 بلتاش كتير كتير بلتاش. بقى أوكي، بدي فرجيكم شو حاطة بقلب الجزدون، وبدي تفرجيكم أول شي بنبلش فيني. هن طبعا ما رح تفرجيكم كل شي بقلبه لأنه كتير أغراضه، فرجيكم كم غراض لأنه معبى معبى معبى. انا حبلش. اوكي جايز، انا جزدوني هذا طبعا بتعرفوه، فرجيتكم اياه من اول لما سويت فيديو، كتير بحبه ومتعلقه فيه، او ممكن غيره، بس حفرجيكم شو حطيت هلا بقلبه. حطيت اللي هو للنوتس برنسس وهيك كتير حلو، وحاطه كمان طبعا لسه بدي احط جوالي وسماعاتي، وهذا انا بدي احط جوالي بس. وحاطه هون سوارتي لوف، هاي السوارة تبعتي، وحاطة هذا عطر صغير طبعا، يعني لازم يكون جزداني دايما. وحاطة معي ضافيلي نفسهم هدول، بركي داخلي او حبيت ركب. وحاطة كمان معي واللي هذا هو التاتش، هذا تاتش صابون. هذا ممكن اذا كان ما في صابون فيني افتحه وحط هذا، بصير صابون وتاتش. كتير حلو، كتير حلو ريحته ولونه غريب، يعني هذا بصير تاتش، هذا يعني اوكي. وحاطه هاي الحمراء الشفافه مشان اذا، لانه هنيك احنا رايحين نسبح، بقى انه بعد ما اخلص سباحه برد بلبس، برد بركن حالي. حاطه معي عطر وهاد، ولسه بدي اخذ علبه عطر بس بعدين بدي احطها. واخذ معي معطرتين، وهدول هن كل شيء اخذته، ولسه جوالي اوكي، ولسه هذا اخذته طبعا. باخذ ضبابه معي، هاي نظارتي كثير حلوة. وين مصاب؟ اوكي هدول هنن، دورك هنورة. اوكي جاي، بس دقيقة بدي اشوف شو بقلب هالجزدان لآخذ. ما في شي بقلبه حلو، بس انه في هاي شوي مثل المصاصة. اوكي دورك النور، بس لا تفرجيهم كل شيء لانه كثير عنده اغراض كثير كثير كثير. لو هاي سنتايتي لما عيونها بين ولك عليها خليكم هلا، هي على الظهر. اوكي جايز، 1 مينت وجاي. وين عندي سماعات هذول لك، يعني بيكبروا السماعات لكي هيك هيك هيك. هي اللعبة لك، لك هي السكين، بس ما بعرف وين اللعبة. في هاد كلب ما يلوس هيك، يعني لون بني، هاي كتير حلوة، في لون منه موف. واو، وين سمعتي؟ ما بعرف برا لقيت، ما لقيت معه كله ألعاب. هو أنا بقضي اليوم دقيقة، هاي بتضوي لك ومحلاها. جايز، نحن لانه بنقضي اليوم هنيك، يعني من الساعة 4 العصر غدانا وعشانا وتحلينا واكلاتنا، بنقضي الوقت من الساعة 4 العصر، خروج بنطلع من هنيك الساعة 7 الصبح، اوقات 5، لانه خلص يعني عطلة بنرجع معنا من 7 الصبح للوحدة الظهر ننام او للتنتين.
انا اذا رجعت بهالوقت فرجيهم انا اذا رجعت بهالوقت بنام في الساعة 4 العصر. اوكي يلا في هذا العطر خاص بدنا تفرجيهم كل شيء بس سوي لهم هيك الشنطة لانه كتار الاشياء. اوه انت شو حاطة ملايين الدنيا حاطة. طبعا قالت انا حطيت الضبابات وعطر كبير بس بقى شو اسمه الجوال والسماعات تبعون الجوال عم بشحن وعندي هاد يا هذا مثل نوت يعني هيك على فلامينجو. اوكي فرجيهم كمان بسرعة يا هدول الكولرز في بلو في بلو دارك وفي بنفسجي وجرين ويلو يا سو نايس يا جايز هاي يا اوكي فرجيهم كمان عادي نستمعكم بس اوكي عندي هاي الحمراء يا هاي مرتب مرتب شفايف جاي على شكل ما بعرف دجاج جاي على شكل بوزة انا تبعي موف طعمته كثير 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 طيب يا معي هذا تبع المصاري الفيديوهات ان شاء الله كل مرة عن مرة عم تحلى اكثر يعني بكره في فيديو حلو وبعد بكره ان شاء الله فيديو حلو لانه معطلين يوم الوطني لسه احد اثنين لسه قدامنا اربع ايام عطلة هاي حمراء ماي جاد من وين هاد هاي حمراء لكو هاد حمراء وعطر وهذا عطر والله مع اشياء اكثر مني لان اكبر هيك يعني اوكي جايز قولوا لي اذا هالكنزة او هالكم حلو وكتير مريح وابدا ما بخلي الواحد يسوي بس بدي برجي هدول يا حمراء مناكير هند جيف مي هاي والله هاي الي بليز اعطيني اياها هنو تبعك حمراء بليز عندها مناكير وحمرة وعطر انا ما عندي هيك بليز هنودي حبيبي مناكير وهي يا كثير حلوه هي لماع لونها بجنن بعطيكي تبعيكي بتاخدي بتعطيني هيك انتو هلا افرجيكي اوكي بعد الفيديو بس بدها تعطيني اياها غصبا عنه ما في يا اوكي باي جايز باي خلينا نطلع شو البقي هيك كراكيب مراية يا خلص زيقات طبية معه من سوريا مع تبع المضرب مع ألعاب كرة قطة من كيندر جوي وهدول هن الكراكي باي قولي لهم باي باي باي.